نادي هب فتاك لب نداك في حمي ورد دمي هواك ترى نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. مناسبة عيد الاستقلال المجيد ومناسبة زفاف مولاي رشيد جمعية أحرار للتنمية والخدمات الاجتماعية وجمعية ريم وجمعية بيت الموسيقى وشركة بينور كيساهموا في حفل لنزيلات مركز عبد السلام بناني لحماية الطفولة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مناسبة ذكرى عيد الاستقلال والذي يتزامن مع ذكرى زواج الأمير مولاي رشيد ارتأت الجمعيات المنضوية تحت لواء الشبكة ديفنسيك أنها تنظم هذه الأمسية لفائدة المركز عبد السلام بناني. كنشكر الجمعيات اللي مساهمين معنا، جمعية ريم، جمعية أحرار، جمعية البهار وجمعية البيت الموسيقي، وشكرا. تحية من سعيد المصابي والمجموعة ديالو اللي كتحيي الحفلات ديما في المراكز الاجتماعية. وحنا الان كنتواجدوا في مركز عبد السلام بناني اللي كنحيوا فيه هذا الحفل بمناسبه الاستقلال، والله ينصر سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تتقدم جمعيه مستقبل ابن مسيك الى صاحب الجلاله الملك محمد السادس بتهنئته بمناسبه عيد الاستقلال. هذا الحفل نقدمه بشراكه مع جمعيه المجتمع المدني بالمنطقه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المناسبه سعيده علينا وعلى جميع المغاربه، هي الذكرى ديال 18 نوفمبر، هي عيد الاستقلال. عيد الاستقلال هو اللي حط لنا البلاد ديالنا، وتنشكروا جميع الجمعيات اللي مشاركين في هذا الحفل اللي داير في المركز البناني. مناسبه عيد الاستقلال مناسبه تذكر مع زفاف مولاي رشيد، تنظم جمعية انبهار وجمعية بيتي وجمعية مسار الموسيقى وجمعية أحرار حفل فني لفائدة نزيلات عبد السلام بناني. بمناسبة عيد الاستقلال أولا نتقدم بالشكر والتهاني لصاحب الجلالة محمد السادس وإلى الأسرة العلوية الشريفة، وكنشكروا جمعية أحرار التنمية اللي قامت بهذا الحفل الفني الترفيهي لهؤلاء النزيلات والتي أدخلت الفرحة والسرور إلى قلوبهم. باسمي كمربية فريق في مركز عبد السلام بناني وباسم الفتيات النزيلات في المركز، تنشكروا هذه المبادرة الطيبة والقيمة اللي قامت بها الأخت فتيحة من طرف جمعية أحرار باش تدخل الفرحة على قلوب هذه البنات النزيلات اللي هنا في المركز، وباش نحتفلوا بمناسبة عيد الاستقلال وتنهنيو بهذه المناسبة الملك ديالنا محمد السادس لهذه المناسبة، وتنشكروا مجددا جمعية أحرار على هذه المبادرة ديالنا. شكرا. بمناسبة ذكرى 53 عيد الاستقلال والذي يزامن مع حفل زفاف الأمير مولاي رشيد، تنظم جمعية ريم وجمعية أحرار وجمعية البهار وجمعية البيت الموسيقي وشركة يونور والمعهد إم عشر أمسية فنية لفائدة نزيلات المركز التربوي عبد السلام بناني. بالنيابة عن جمعية يمني تشكركم على الحضور، ولنا الشرف كبير باش نكون حاضرين معكم اليوم في هذا العيد هذا وهذا الحفل.